مكملين بعجقتنا، قصدي بطريقنا، وجايين لعندكم، بس نحن بعدنا عم نستكشف شو عم بيصير بالطريق، وبعدنا مع ابو شارل عم نسمع حكايات وعم نتفرج على الناس وعم نسجل ملاحظات. ابو شارل، طب انه انت مثلا تمشي كثير على مهلك مشان تطلع زباين، طبعا قديش بيقطعوا عنك وبيدوبلوا عنك؟ بيدوبلوا عني وبزمروا لي شمال ويمين. نعم. وبس يزمروا لك قديش يعني بتزيح دغري على جنب؟ هلا حسب الوضع السير اللي بكون قدامنا. ايه، حسب السير الوضع اللي بكون قدامنا، إذا في مجال حدلو بحدلو، إذا ما في مجال بدي اضطر امشي بخطي عادي. وبتزمر هيك زمور صغير انت بس بدك تطلع زباينك؟ أكيد إذا راكب واقف هيك بس زمور. هيك فرجيني، سمعني هالزمور. هيك واحد بدك أقوى؟ لا ما بدي أقوى، بدي كيف تعمل مزبوط؟ متواصل؟ مش لا متواصل، دخيلك بدك تتوش دخيلك. لا مثلا راكب هون بعمل له أنا هيك. هيك بحس إنه في حدا جاي. إنه هي عم يزمر، بقول له رايح؟ بوقف له ساعات انا، اذا رايح يا بيقول لي يا لا دغري. وقديش اوقات بتغير طريقك مشان زبون مثلا حسيت انه انت رايح بطريق معين شفت زبون قلت يلا بغير طريقي؟ اذا معك زبون تاني كمان اوقات اذا كان معي رايح على طريق قريبه، اذا معي زبون قبله ايه؟ وهذا ما بيسقبني على الخط اللي رايح فيه ما بروح بكمل على الخط اللي رايح، اذا بيسقبني على طريقي باخده معي لزبون بطلعه معي. طب هلا بيناتنا، نعم انا وياك ما في حدا غيرنا عم يقف، اوكي قديش مزبوط بتوقف على الاشارات الحمراء؟ حسب الاشاره، عندك اشارات مسرعين ايه، ابو دقيقتين بيمشي الخط بنمشي. وعلى الصفرة بتمشي دغري بتدعس بسرعه ولا شو بتعمل؟ الصفرة حسب ايام نمشي ايه؟ ايام بتغدرنا ما بنمشيش. هي بتغدرنا ايه؟ مش نحن بنغدرها. لا شو قولك؟ مين اللي بيغدر مين؟ ايام نحن بنقدرها ايام هي بتقدرنا. اه حب وحده مر علينا ومر عليها أيوة. هيك قولك؟ هيدا اللي صاير معنا. طيب هيدا لانه ما بدنا نحكي بالمفروض، نحن بدنا نحكي اللي بيصير على الطريق، لانه المفروض كتير اشياء. نعم. المفروض ما في عجقة سير، المفروض مزبوط ماشيين بالقانون، المفروض ما عم نفوت عكس السير 100%. المفروض ما في جوار وما في خبصات، بس انه ياك يا بنتي الجوار موجودين وين ما كان. بينزل الزلمه أبعد شي يطلع تراث، هاي دول تراث ما قلنا قلب نستغني عنهم. أيوة كيف. طب إنه أنت مثلا تمشي كثير على مهلك مشان تطلع زباين، طبعا قديش بيقطعوا عنك وبيدوبلوا عنك؟ بيدوبلوا عني وبزمروا لي شمال ويمين. نعم. وبس يزمروا لك قديش يعني بتزيح دغري على جنب؟ هلا حسب الوضع السير اللي بكون قدامنا. إيه، حسب السير الوضع اللي بكون قدامنا، إذا في مجال حدلو بحدلو، إذا ما في مجال بدي اضطر أمشي بخطي عادي دغري. وقديش اوقات بتغير طريقك مشان زبون مثلا حسيت انه انت رايح بطريق معين شفت زبون قلت يلا بغير طريقي؟ اذا معك زبون تاني كمان اوقات اذا كان معك رايح على طريق قريبه، اذا معي زبون قبله ايه؟ وهذا ما بيسقبني على الخط اللي رايح فيه ما بروح بكمل على الخط اللي رايح، اذا بيسقبني على طريقي باخده معي لزبون بطلعه معي. ما في اشطر منهم اللبنانيه يا ابو شارل. نعم. بعتين لي هلا نكتي على الواتساب. ايه، مصورين الرادار. اه، حاطين له عزيزي الرادار. عزيزي الرادار على القليل افتح حساب على انستغرام. خلينا نشوف صورنا ونعمل لايكات. ايه حلو، عادي دافعين مصاري، خلينا نشوف اشكالنا واشكالنا والواننا. مظبوط، معهم حق. حاطين صورة الرادار كمان، شوف صورة الرادار. عمالك يا طرزان، عمالك وين يا حبي؟ وين؟ شكرا مدام. طب ابو شارل انت مش عم بتحط على حالك، بس قديش بتشوف ناس بفوتوا عكس السير عن جد ليهربوا من العجقه؟ تجري كتير؟ قلي كتير 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 كتير. نعم كتير كتير كتير. وبفوتوا بكل ثقه انه الطريق لهم؟ كل يوم واحد فايت ايه بعكس السير. يا ستنا صار معه حادث كان مات، شو رايك؟ وما بيقبل يرجع حتى اذا فايت عكس السير للي جاي. مزبوط، الغلط عقوله غلط. ايه؟ ما كان سين بصلي عنده سيارتي انا، الغلط ما انتبه فايت بعكس السير. طب ليش مش واضحه الاشاره انه في عكس عربي السير؟ ما انتبهش من وين راسه. ايه؟ في ناس بيمشوا بيكون عم بيفكروا بشيء بينسوا ايش بيصير معهم. طار هدول. ايه؟ بقى يا ستنا كان مات وقعد بالمستشفى بالكومة 3 ايام. اف. ورجع طلع وقال يا رب ان شاء الله موت اخلص. يا لطيف، بس رجع مشي حاله بعد. مشي حاله. ايه هلا ليه عم بيصح؟ اقولك بعد بيفوت بعكس السير؟ اكيد تعلم. وما ما بيخالف هو اساسا، بس هو شباب الطازه جديد
هول بخالفوا، هدول اللي بخالفوا اكثر اولاد اكثر من الجيل القديم. قديش قديش بتكسروا على بعضكم لحتى تاخذوا زبون من بعضكم؟ حسب. قديش؟ يمكن بالمشوار مرتين ثلاثه يعني. عم شوف قبل شوي واحد عم بيطاحش حدك يعني كسر عليك زياده كسر كمان ياخد لحتى يروح ياخذ الزبون. نعم. قديش بتصير هيدي؟ هي بتصير شي مرتين ثلاثه حسب الشوفيريه القبضيات والاوادم. هيدا نشوف هالست لوين بدها تروح. انا فرق 6000. تفضلي. عظيم. تفضلي. ايوه. يا اهلا وسهلا. بس ما سكر باب. فيرم لابورت، سكر الباب يا ميمو. عم تصوري يعني؟ ايه عم تصور. عم تصور الطريق. ليش على من الكاميرا هاي؟ خليكي ما بيأثر. مثل ما بترتاحي. يا اهلا وسهلا. احنا عم نصور الطريق. خبرينا هلا انت رايحه من الاشرفيه على جسر الواطي. ما هيك؟ شو وضع بالنهار؟ كيف بتكون الطرقات؟ عشا حسب. هلا الترن هيدا هلا على الثاني وربع تاع على عجلة المدارس. ما هيك؟ شو اسم حضرتك؟ رفقة. رفقة. يا أهلا وسهلا. هلا أنت كثير هالاسم، بارك هالاسم. باردون مرفقتنا هلا. إيه عجلة. ملكنا الحارس يعني رفقة. إيه عطيش الجندور يعني. قديش بتاخذي كم مرة بتاخذي سلفيز هلا بالنهار أو بالأسبوع كمان؟ لا ما بشتغل أنا. ايه الصبح سيرفيس وهلا سيرفيس. وين قاعده؟ قاعده بسنه وشغلي هون بالاشرفيه. الصبح بالمجد بتاخذي سيرفيس، قديش بياخذك وقت لحتى تلاقي سيرفيس حد البيت؟ اي ساعه بتظهري؟ ما عندي وقت معين بالظهر. ايه حسب، ايام 2 ونص، ايام 3. عندك اولاد؟ عندي بنت. قد ايه عمرها؟ 16. الله يخليها. يعني هلا بتروح على المدرسه بعدها؟ كيف بتروح بالاوتوكار؟ اوتوكار. وبس بدها تتنقل اوقات تاخذ سيرفيس؟ لا سيرفيس. ايه وبتأمني كله تمام خلص؟ بس تروح ما بأمن كثير يعني، بضل دايما مشغول لحتى توصل. وجسر المشاة بتشوفي حدا بيطلع عليه ولا لا؟ قليل بيطلع عليه قليل. يقلل الواحد مروه. يقلل مروه ما هيك لحتى يطلعوا عليه؟ ايه. طب بنوتك هلا عمرها 16 سنة مثل ما قلتي لنا، يعني بعد سنتين إن شاء الله بصير معها دفتر. رح تنطري ل 18 لتعلميها سواقة ولا كمان حتسبقي عليها مثل ما بيعملوا كثير ناس؟ لا هلا بتتعلم. بس انا ما بلحق اقدر اجيب لها سياره يعني. ايه بس تشتغل. ضروري مستعجله لعلمها السياره. ما في عندي امكانيه اجيب لها سياره يعني. بتفضلي هيك تضلي على القليله هيك بتصيري عارفه انه بوقتها يعني هي حتى اصلا اريح لها قد ما صاير البلد عجقه وما في محل واحد يصف. هي عم يعلمها ايام بيسلمها وبيعلمها السواقه شوي. وانت قبلانه معه؟ لخيك؟ قبلانه؟ ما لازم. سياحة هي عارفة بوجودها ما لها حاجة بالسياحة، تبلش بالشغل هي يعني. ايه لتبلش هي بالشغل. ايه بس اشتغل تعلموا واشتغلوا وقصي سيارة. طب هلا نحن حنكفي المشوار سوا نحن وياك يا رفقة وابو شارل كمان، بس رح نرجع لعندكم هلا وبعدين اكيد رح خبركم شو عم بيصير معنا واكيد خبريات جديدة على الطريق بمشوار علم صباح اليوم.